جيت نهضر على موضوع اللغة الفرنسية، كان في متناول الجميع، كانت بعض الأسئلة فقط يعني صعبة ومتعلقة يعني بجميع التلاميذ، وكان حتى موضوع اللغة العلوم الطبيعية كان سهل في متناول الجميع، وإن شاء الله ربي ينجح. العلوم سهل وتاع الفيزياء سهل، غير شي تمارين الاول طويل برك. وحب نطلب السماح من الشيخ وان الله ونقول له راك افضل استاذ في الرياضيات. كانت الاسئله سهله في متناول الجميع، وكان الاختبار سهل وان شاء الله نسبه لخير. الاسئله كانت من البرنامج، ما كانش حوايج زايده، كلش قريناه محسوب.